المسيلة حيث قام مواطنو بلدية بالعيبة في المسيلة بغلق مقر البلدية لليوم الثالث على التوالي رفضا منهم لقامة السكن الاجتماعي والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي المحتجون إذا أكدوا أن القائمة فيها تجاوزات عديدة وطالبوا والي الولاية بالتدخل وفتح تحقيق فيها خاصة وأنه قد تم التلاعب فيها حسب تصريحات المحتجين التغطية لسفيان قوادري البلدية هذه ما استفدنا منها والو ما استفدنا منها والو أنا نحكي على على الناس الكل كاين كاين اللي صحيح الداء الصحيح يا ناس الداء واللي مو صحيح الله قال ما داش هذه كيفاه هذه نطالب بإلغاء قائمة السكن لأنها ذاهبة لغير مستحقيها ولقد ذهبت إلى رجال أعمال فاحشي الثراء ونريد أن تذهب هذه القائمة وإلغاء قائمة السكن وتذهب إلى الناس اللي يستاهلوها الناس الزوالية بالدارجة أنا واحد من الناس اللي في 60 سنة بصح مانيش ندور على نفسي، ندور على الشباب هذو اللي راهم محقورين مش من كل من كل قريه، من كل من النقمه. لانسان ما نقول على سبيل المثال الزوالي راه ما داش في هذه القائمه نهائيا. كاينين لاليست تمد بلا ما تتعلق، سكن 35 سكن ريفي سربات بلا ما تتعلق لاليست. ده فلان وفلان رانا نعاني الجهويه في هذه البلديه. نطلب من جميع السلطات المعنيه بالامر تدخل في امرها. نائب رئيس البلديه من جهته اكد ان القائمه اوليه وان لجنه الطعون مستعده لاستقبال طعونات المواطنين قائمه اوليه تخضع للتحقيقات اداريه لازمه بالاضافه لطعون المواطنين بعد التاكد من صحه المعلومات وبعد دراسه القائمه من طرف لجنه الطعوم بالولايه تطبيقا للقوانين المعمول بها في هذا الشان نطلب من وطنينا سكان البلدان تعنا طيبه التحلي بالصبر وانتظار قائمه خمسين ويشوفوا فيها الا الوجوه المحتاجه ان شاء الله